قال لك ايه يا مؤمن؟ قال لي محتاج اي حاجة، محتاج سفر، محتاج دكتور، عرفني وقول لي لو كده عايز تيجي انجلترا، لو عايز حد في المانيا، حد في امريكا، عرفني وقول لي. طبعا يعني حاجة جميلة جدا وشعور جميل جدا ومش غريب عليك وعلى محمد صلاح وعلى العلاقة اللي احنا كلنا كنا عايشينها في حالة كبيرة مع منتخب مصر، وانت واحد من النجوم الكبيرة اللي تستحق كل اللي بيحصل لك ده، واللي حصل لك ده دليل على ان عندك رصيد كبير جدا جدا عند الناس يا مؤمن. الو، اي يا حبيبي، ايه يا مهيب، بقول لك اللي حصل دوت دليل على انك عندك رصيد كبير جدا جدا عند اللعيبة وعند المسؤولين وعند الجماهير وعند كل الناس. بس الحمد لله يا مهيب، كل الحمد لله حصل لي ده خير، الحمد خير من لله عند ربنا، وان شاء الله باذن الله ارجع في اقرب فرصه ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، الف سلام عليك وتنور الملاعب حبيبي وان شاء الله نطمن عليك قريب باذن الله يا ان حبيبي يا شاء مؤمن. الله، سلام يا نجم، حبيبي سلم لي على مالك وبصولي. يا وسلم. شكرا يا حبيبي.